بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شكرا لهذه الاستضافة، وأتمنى أن تكون هذه الندوة وهذا اللقاء مفيدا مثمرا. إذا أردنا الحديث عن العمل البلدي في عمومه، بغض النظر عن منصب رئيس المجلس، لأنه ضمن العمل البلدي بشكل عام، ومنصب الرئيس أحد أركان المجلس البلدي، والمجلس البلدي أحد عوامل ونتائج العمل البلدي. العمل البلدي يمكن يعني إذا ملخصه بشكل شديد جدا، المجلس البلدي هو يعمل بدور تشريعي رقابي ضمن اختصاصات محددة صدرها القانون، قانون 35 لسنة 2001، بيّن مجمل اختصاصات المجلس البلدي في المادة 19. اختصاصاتها كثيرة جدا، تأتي ضمن وزارة الأشغال، الإنارة، الطرق، البيئة، الإسكان، المدارس، التربية، الأوقاف الأوقاف بشكل عام، فمجموعة اختصاصات. وهذه الاختصاصات نفسها إما أن تكون اقتراحات وهي الأكثر للأسف الشديد، وبعضها يمكن أن يكون المجلس البلدي قرار فيه كالمخططات وتصنيف المناطق. المجلس البلدي رقابي تشريعي على الجهاز التنفيذي اللي احنا نسميها البلدية. بعد صدور قانون 35 لسنة 2001 صار مسمى البلدية لفرعين، المجلس البلدي والجهاز التنفيذي اللي نسميه احنا البلدية. البلدية تقوم بتنفيذ، بناء على نص المادة 2 من القانون، تقوم بتنفيذ قرارات المجلس البلدي. أي قرار يصدر يجب أن يكون المنفذ له الجهاز التنفيذي اللي هو البلدية، إذا كان في اختصاصه. قد يكون قرار خارج اختصاص الجهاز التنفيذي فيروح إلى الجهة المعنية، مسجد، مدرسة، مركز صحي، على حسب الجهة المعنية. كل هذا له علاقة بوزارة البلديات. المادة 20 أعطت تخويلا لوزير البلديات أن يوافق أو يرفض قرار المجلس البلدي من خلال ثلاث أمور. إذا كان له الحق أن يعترض على قرار المجلس البلدي، إذا كان القرار مخالف للقانون، إذا كان القرار خارج عن السياسة العامة للدولة، إذا كان القرار خارج اختصاصات المجلس البلدي، وإلا فيجب أن يوافق الوزير. هذا عموم الحالة النظرية، بس الحالة الفعلية الوزير يتدخل في كل صغيرة وكبيرة في العمل البلدي ويخالف القانون بشكل صريح. المادة الدستورية اللي اعتمد عليها قانون البلديات 35-51، هذه المادة كتبت تحت مسمى مصطلح الإدارة المحلية، بمعنى أن المجلس البلدي لازم يقوم بدور يدير المحليات أو البلديات من خلال المرافق العامة. أي مرفق عام يجب أن يكون نظريا طبعا يجب أن يكون تحت سلطة المجلس البلدي بناء على مادة 51. وهذه المادة 51 أيضا موقعها غلط، بمعنى أنها وقعت تحت السلطة التنفيذية، والمفترض أن تكون تحت السلطة التشريعية إذا أردنا أن نعطي قوة إلى دور المجالس البلدية. من خلال هذه المادة 51، وهو أن يكون هناك مجموعة تدير إدارة محلية للمرافق العامة، بني عليها قانون 35 لسنة 2001 وهو قانون البلديات، الذي أفصح بشكل مجمل عن اختصاصات المجلس البلدي في مادة 19. ثم جاءت اللائحة التنفيذية التي تصدر عن مجلس الوزراء، وفيها تفصيل أكثر من القانون في اختصاصات المجلس البلدي. أعطي لمحة سريعة جدا عن اختصاصات المجلس البلدي في المادة 19 من القانون. باختصار، كل ما يتصل بالمواطن من خدمات هي راجعة لدور المجلس البلدي. مثلا موضوع النظافة، هذا يلتصق بشكل مباشر بدور المواطن وبيته ونظافته البيتية.
اثنين الصحة، له دور في موضوع المراكز الصحية، له دور في موضوع التلوث البيئي، له دور أيضا بالشارع اللي يمشي عليه والطرق، هذا أيضا له دور، البيت اللي يسكن فيه. ولذلك أسند إلى المجالس البلدية موضوع البيوت العائلة للسقوط. أيضا له دور في موضوع المدرسة، المواطن يروح المدرسة، فالمجلس البلدي له دور أيضا في موضوع المدرسة. تصنيف المنطقة نفسها، عليكم السلام، تصنيف المنطقة نفسها، منطقة تجارية، منطقة سكنية، منطقة استثمارية، أيضا مما هو يلتصق بشكل مباشر جدا بحياة المواطن، أيضا من اختصاص المجلس البلدي. فهناك مجموعة كبيرة جدا من اختصاصات المجلس البلدي، كما ذكرت أيضا الأوقاف، المساجد والمعاتم والمضايف الحسينية وما إلى ذلك من أمور كثيرة جدا. فكل ما يتصل بالمواطن بشكل يومي يكون من اختصاصات المجلس البلدي. بس هذا يفترق اختصاص يسمونه أو سماه بعضهم اختصاص أصيل وبعض غير أصيل. الأصيل بمعنى هو في دائرة العمل البلدي مثل الحدائق، هذا عمل بلدي مباشر جدا فيسمونه أصيل. وأيضا معنات كلمة أصيل أن القرار النهائي بيد المجلس البلدي وليس بالضرورة أن ينسق مع وزارة الأشغال أو الداخلية أو العمل أو أي وزارة أخرى، فيسمى عملا أصيلا أو اختصاصا أصيلا للمجلس البلدي. والآخر لو غير أصيل اللي يحتاج إلى أن نتصل بجهة أخرى من أجل التنسيق معها في هذا الاختصاص، كبناء مدرسة، بناء مركز صحي. ما معقول أن المجلس البلدي يفكر بأن هذا الموقع بسوي مركز صحي وانتهى الموضوع. يحتاج إلى إحصائية، كم عدد هذا المجمع، خطة وزارة الصحة، هل هني يكون المركز أو في موقع آخر كخطة حكومة أساسية سواء كانت سنوية أو سنتين أو خمسية. فهذا يعتبر كاقتراح من خلال التنسيق مع الجهة المختصة سواء كانت وزارة الصحة أو التربية أو داخلية مثلا. فهذا الاختصاصات اللي يقوم بها المجلس البلدي. هذا يعني في دائرة السؤال. ممكن أقول متى يؤخذ القرار وكيف يعني سريان القرار لوين يروح؟